بمشاركة أكثر من 650 شركة تمثل 17 دولة، انطلق معرض الخريف بنسخته 30 تحت رعاية وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد بن راشد الزياني، وبتنظيم شركة يو بي ام إدارة المعارض العربية. 20% of the population will come along to this show of Bahrain, so it's pretty big numbers. So they'll come over the 9 days of the event, so starting today and running through to the end of the month. And we have special days for women only, mornings for women only, and then we have mixed sessions. And usually by the evenings, we know they found their way here because it gets very busy indeed. People are looking for a good bargain. ويعني أنا أعتقد بالعكس هذه فرصة إلى التاجر البحريني إنه هو يعني رقم واحد إنه هو يطلع على شنو موجود. يعني هذه بدل ما إحنا نطلع للعالم، العالم جاي لنا اليوم. فبالتالي اليوم فيها فرصة إن إحنا وبعد تجربة، يعني هذه تجربة تسويقية. اليوم الزباين لما يجوا ويعجبهم بضاعة، يعني انت ما تحتاجين لانتين تسوقين البضاعه مره ثانيه، فقط ان انتين تتواصلين مع الزباين اللي موجودين في البحرين تشترين هذه البضاعه، وعاده تكون باسعار تنافسيه جدا. ويعتبر معرض الخريف الذي يستمر حتى 31 من الشهر الجاري اكبر معرض سنوي للمنتجات الاستهلاكيه في البحرين، اذ يزوره سنويا نحو 300 الف زائر. من الانواع الموجوده في حضرموت، اضافه الى العسل السمور، اضافه الى عسل الدعاني اللي هو الزؤال السدر، إضافة إلى عسل الجبل اللي هو العصيمي، الجردان شبوة وحري مارب، مناطق كثيرة في اليمن تنتج العسل بفضل الله. والله المكسرات المصرية مميزة عن جميع المكسرات في البلاد، اللي هي تعتبر فريدة من نوعها، في أنواع كثيرة متنوعة المحمصات زي ما حضرتك شايفة، يعني مثلا زي الذرة في سبع، هتلاقي حضرتك فيها سبع أنواع. احنا جايين من الكويت نشارك، هذه ثالث مشاركة لنا بالمعرض، وصراحة المعرض تنظيمه رائع وما قصروا أهل البحرين. معروفين الشعب البحريني يحب البخور، يحب العود، يفضل العسل، فإن شاء الله بإذن الله راح تمشي كلها.